مسألة رقم 5، مالها يا سيدي؟ يعني شكلها هيقلب من بره، لكن هي لما تقراها هتلاقي إن هو مديك شوية assumptions يخلولك المسألة إيه؟ piece of cake زي ما بيقولوا. إيه يا سيدي؟ اتفضل. بص يا سيدي، بيقولك إيه؟ مديك رسمة كده، روتور متقسم من غير زاوية أهو، يعني فهم بسيطة أهي. وبيقول لك الدايمتر بتاعها 1.2 متر، وبيقول لك ده ال V radial، ماشي، وده ال V، نديها VH، I don't know what is VH is. نشوف بيقول ايه يعني. ورسم لك السكشن بتاعها من الجنب، عايز اقول لك ان الدخول كله اكسيال فيها، تمام، وان الخروج راديال. بمعنى يعني واضح كده من المسألة ان هو مش هيكونسيدر اي فلو بيدخل راديالي، كل الفلو بيعتبره داخل اكسيال، تمام. يعني ما دام اكسيال يبقى مش هيعمل معايا اي حاجة في التورك، اكسيال هيعمل تورك ازاي؟ طيب، وقال لك المسافه دي 0.3 متر. انا اللي يعمل معايا تورك بس اللي يبقى في البلين ده، اللي في البلين ده ما يعمليش تورك حوالين النقطه دي، مش هيعمل اي تورك حوالين النقطه دي. طيب بيقول لك ايه؟ A lossless motor drives a fan in the figure at 4000 هرتز، ماشي. N، دي مسألة 5. N بيساوي 4000 هرتز، ماشي. وايه كمان؟ The power input to the motor، مديني ال power input ال current بتاعه 16 امبير، وال voltage بتاعه 110 فولت، ماشي. طيب ما تشوف الكلام ده ما تتخضش، voltage في current يديك ال power، وش كده، ده كده عرفني ال power اللي انا بدخلها للفان دي اي، تمام. يعني ابسط القواعد بتاعت الكهرباء. فورس جيومتري شون، الجيومتري ده، find the flow rate of air عند 15 سلسيوس، ماشي، through the fan. Assume that the tangential component of the velocity leaving the impeller is equal to that of the impeller at that point. يعني من الاخر، assume ان التانجنشال velocity بتساوي سرعة الامبلر عند النقطة دي. يا سلام، يعني من الاخر في تانجنشال حضرتك هتساوي الار في الاوميجا. يعني ايه؟ ولا تتعب دماغك بقى في ريلاتيف ولا ابسولوت ولا اي حاجه، وش كده حلها لك، هات لي كيو. يعني هنا يا سيدي، يا سلام، طبق الانجلر مومنتوم ايكويشن ازاي؟ انت عندك ايه هنا غير التورك؟ عندي التورك حوالين الاكس بس، وعندي الدخول كومبليتلي اكسيال، يعني الدخول ما عندي ملوش ارم، ما مقصر، ما فيش تانجنشال كومبوننتس عند الدخول. يبقى انا لو جيت قلت سميشن المومنتس هتساوي سميشن ام، مش محتاج سميشن، عندك دخول واحد وخروج واحد، يبقى ام دوت اوت ار اوت في اوت ناقص ام دوت ان ار ان في ان. قلنا اصلا مفيش ارم للدخول، لان الدخول كله اكسيال، ولا في تانجنشال كومبوننت تعمل مومنت حوالين النقطه دي، وبالتالي الكلام ده زيرو. طيب بالنسبه للدخول بقى حضرتك، الام دوت سوري الخروج، الام دوت دي هي عباره عن رو في كيو، كيو اللي انا عايز اجيبها، رو بتاعت الاير 1.4. طيب الار عند الاوتلت مديهوني، حضرتك الـ R عند الـ Outlet ده بيساوي 1.2، اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد، اللي هو 1.2 over 2. الـ V عند الخروج قال لك هتساوي الأوميجا في R out. طب هل أنا معايا الأوميجا؟ أنا معايا الـ N، يبقى معايا 2 by 4000. يا سلام، piece of cake أهي. و R out هي 1.2 over 2 اللي هي 0.6 متر،
وسمشن المومنت انا عندي مومنت واحد بس اللي هو اللي هو التورك، والتورك حضرتك هيساوي الباور على الاوميجا. لو انت فاكر ان بالنسبه للروتيتنج ماشينز الباور بيساوي التورك في الاوميجا، وبالتالي التورك هيساوي الباور اللي هو في اي على الاوميجا. وانا معايا الباور اضرب الفولتج في الكرنت واقسمه على الاوميجا اللي انا لسه حاسبها هنا اهو، بقى معايا كل حاجه ما عدا الكيو. اقدر اطلع الكيو بمنتهى السهوله. كيو هتطلع معايا بكام؟ كيو طلعت معايا يا فندم ب 6.447 multiplied by 10 power minus 6 cubic meter per second. معلش بقى راجع ورايا. تمام، المهم الكونسبت زي ما احنا اتكلمنا عنه كده بالظبط. طيب زي الفل، دي مسألة رقم 5. مسألة رقم 6، فكرة بقى اللي احنا كنا ايه اتكلمنا عنها، اللي هو لو كانت السرعة بتاعة خروج، أو لو كان خروج الفلويد في اتجاه وحركة الروتور في اتجاه تاني خالص. تعال نشوف بقى الكيس بتاع الديش واشر، المانيفولد بتاع الديش واشر بمعنى أصح. دي بروبلم نمبر 6 زي الفل. بص يا سيدي، بيقول لك لو أنا بصيت على الديش واشر من تحت كده هشوف المانيفولد بتاع ادي الديش واشر اهو، اوكي حلو، فتحته ولقيت حاجه نازله عامله زي المسطره كده اهو. حلو، لما بصيت عليها من تحت بعينيا كده اهو هشوف المنظر ده. حلو، وفي فتحات كده اهو بزاويه، فتحات بزاوية بمعنى هم أربعة مش ثلاثة في المسألة، أربعة. يعني أنا لو قطعت هنا كده بصيت، أو لو بصيت من الناحية دي كده أهو، هتلاقي إن الفتحة طالعة، أدي المسطرة أهي، الفتحة المفروض طالعة عاملة كده، عاملة زاوية كده، إن بتطلع الماية في الاتجاه ده. لو أنا بصيت من الناحية دي كده هشوفها بالشكل ده. تمام، ده المحور بتاع الدوران، ده سنتر الدوران اهو، وادي محور الدوران اهو، المفروض انها تتحرك كده. تمام، بس انا مخليها باصه لفوق، هي طبعا بتبقى باصه لتحت. حلو، ده احنا بنفهم الجيومتري الاول، عشان في ناس كتير كانت بتعاني من الجيومتري. طب الزاويه دي كانت كام مديها لك في المساله؟ 45 درجه اهي. طبعا هي باصه لتحت، خلينا نخليها باصه لتحت، احنا دلوقتي باصين عليها من تحت عشان كده شايفينها كده اهي، المفروض انها ايه عاملة 45 درجة كده. بس دول عاملين 45 درجة في الاتجاه ده كده، ودول عاملين 45 درجة في الاتجاه ده. تمام، يعني دول بيطلعوا كده ودول بيطلعوا كده. ده تفسير المنظر اللي انت شفته في المسألة، في شرح المسألة، اللي عامل لك اتجاهين كده اهو، عشان الاتجاهين دول واحد فيهم عائد على الشوية دول والتاني عائد على الشوية دول، بحيث لو انا اعتبرت انها لما تفضي في الاتجاه ده بتزق المسطره في الاتجاه المعاكس، بتدي حاجه زي ما بنقول ثراست، يعني ايه ان هي وهي بتفضي كده بتزق المسطره كده اهو. لو انا خليت دي كمان تعمل كده مش هتتحرك، صح؟ دي هتزق كده ودي هتزق كده، هتفضل المسطره ثابته في مكانها. لكن لو انا خليت دي بتفضي كده ودي بتفضي كده، الاثنين هيتحركوا. طب ما انت هتيجي تقول لي طب ليه عاملها 45 درجه؟ انت يعني ما عملتهاش كلها كده ليه؟ يا حبيبي لو انت عملتها كده اوكي هتلف وهتلف اسرع وكل حاجه، بس ساعتها هتغسل ايه ان شاء الله؟ بتغسل الحيطان من فوق، عشان كده لازم تبقى مشطوفه لتحت. كومبوننت بتغسل والكومبوننت التانيه بتساعد على الدوران، ما ينفعش ان انا اخليها كده برضه مش هتلف اصلا. حلو، يبقى الفكره في الديزاين، شوف بقى الجمال بقى، ان نص الفلو مسؤول عن الدوران اللي هو الجزء اللي في الكومبوننت التانجنشال 45 درجة هو اللي بيدور، والجزء الثاني مطلوب علشان يغسل، علشان يغسل الأطباق. يعني الميل ده معمول علشان تضمن انك انت بتغسل الأطباق والحاجات الموجودة تحت، وتضمن انك انت تدي موشن كمان، تدي مومنتوم او تدي انجلر مومنت. حلو قوي. اجي اسالك بقى هنا سؤال، او انت تسال نفسك، طيب في الكيس دي
هل انا اللي بدي الموشن ولا الموشن بتنشأ نتيجة الفلو؟ الموشن بتنشأ نتيجة الفلو، انا مش مركب موتور بيحرك ده، لما بيمشي الفلو بيطلع من الفتحات دي بيخلي المانيفولد ده يلف، تمام، بيدي له ثرست كده، يعني الفلو بيطلع كده يدي له ثرست كده والفلو بيطلع كده فبيدي له ثرست كده، وبالتالي بيمشوا بقى بيلف يبتدي يدور بسرعة معينة. في المسألة هنا بقى طالب منك ان حضرتك تحسب لنا السرعة ايه بقى. قال لك ايه؟ قال لك بص، في كيوز متساوية، يعني هو مصمم بحيث انه يخرج من هنا، طبعا اللي هنحطه هنا هو نفس اللي هيتحط هنا فهنحطه هنا، بس هيخرج من هنا كيو 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 كيو، كل كيو بتساوي 1.6 multiplied by 10 to the power minus 5 cubic meter per second. شاكرين يا سيدي، ومديني المسافات دي عن السنتر لاين اهو. المسافة الأولانية دي 7.5 مليمتر، ده سنتي ولا ملي ده؟ سنتيمتر، اوكي سنتي. وهنا المسافة ما بين الفتحة الأولى والتانية 5، التانية والتالتة 5، التالتة والرابعة 5 سنتي. طبعا نفس الكلام هنا، يبقى أي حاجة هتحسبها بالنسبة هنا تبقى تضربها في 2. طيب حلو، وقال لك طبعا ان الزاوية اللي هو عاملها هنا دي 45 درجة، هتشوف هتنفعك فين. طيب في اي انفورميشن تاني؟ قال لك the figure shows a simplified sketch. مديك كمان الدايمتر بتاع كل هول 6 مليمتر، الدايمتر يساوي 6 مليمتر بتاع كل الهول. وطبيعي بما ان الفلو هيخرج كده يبقى المانيفولد هيلف في الاتجاه ده، يبقى عندك في اوميجا في الاتجاه ده. هو بقى عايزك تحسب الاوميجا دي لو انت نجلتد اي ريزيستنس، سواء كان اير ريزيستنس او كان الفريكشن في البيرنج. طيب ما هو لو ما فيش اير ريزيستنس، ما في فريكشن في البيرنج، يبقى السمشن بتاعت المومنت هتساوي زيرو، ما فيش فورسز ثانيه. وبالتالي لما اجي ابلاي الايكويشن بتاعتي او requirement عايزين اوميجا، وكانت الحركة دي هتتغلب على الفريكشن وعلى علشان تديك سرعة ثابتة. وبالتالي خلينا نطبق، يعني هو الكلام ده مش منطقي انك انت تحسبه كده اهو، لازم يبقى عندك values للفريكشن والفريكشن في البيرنج والاير ريزيستنس عشان يبقى القيم بتاعتك مظبوطة. بس طالما هو قال لك اعتبرهم بزيرو خلاص عوض عنهم بزيرو في الايكويشن. فاحنا هنطبق المومنت الانجلر مومنتم حوالين السنتر بتاع الدوران في البلين ده. طيب ايه السرعات اللي انفولفد في البلين ده؟ هل كل السرعه اللي هي كيو على باي اوفر دي، يعني السرعه اللي حضرتك شايفها خارجه من هنا من الفتحات دي سرعه 3 دي، يعني سرعه عامله كده، واخد بالك؟ سرعة، أنا مش منيم القلم دلوقتي على السبورة. الـ effective component منها في الحسابات بتاعتنا هو component المايلة اللي رش على السبورة دلوقتي كده. طيب الـ component دي هي، لو أنا قسمت Q على باي أو على الـ area بتاع كل فتحة هتديني مين؟ هتديني السرعة دي اللي هي فيها two components، واحدة عاملة كده واحدة عاملة كده. اللي عاملة كده دي مش هتنفعني بأي حاجة، يبقى بس اللي عامله كده هي اللي هتدخل في الحسابات بتاعتنا. يبقى V اللي داخله معايا في الحسابات هي عباره عن Q over A مضروبه في كوساين 45، تمام؟ طيب كويس، يبقى انا كده دلوقتي عرفت الـ values. طب الـ value دي relative ولا absolute؟ value دي relative حضرتك، يبقى دي V relative، يبقى V relative هنا بتساوي Q على A في كوساين 45، يبقى هتساوي اللي هو ال value 1.6 times 10 power minus 5 على ال area pi over 4 ال diameter 0.006 square ضرب في كوساين 45، تطلع لي بكام؟
هنشوف كده. ما كتبتهاش مباشرة، خدتها في وسط الحسابات. anyway يعني، فايه دي فاليو ممكن تحسبها على طول وتطلعها. دي بتتكلم على الكريات الفيلوسيتي بتاعت الخروج على طول. طيب تيجي تسأل نفسك سؤال، انا بقى محتاج انهي سرعة؟ طالما انت بتريفير للنقطة دي، دي نقطة ثابتة، يبقى نفس الكلام اللي قلناه على البامب هو اللي هنقوله على المانيفولد بتاع الديشواشر. يبقى انا هقول سمشن المومنتس، طبعا نفس الدباجة ابلاينج انجلر مومنتم حوالين السنتر بوينت او البوينت سنتر اوف روتيشن، هتساوي ام دوت عند الدخول. طبعا الدخول اكزيال، ما قالكش اي حاجه عليه، خلاص ما تاخدوش في الاعتبار، بتعامل مع الاوتلتس بس. يبقى سمشن ام دوت اوت ار اوت في اوت، لان ار اوت مختلفه من نقطه للتانيه يا فندم. في اوت صح، صحيح انها هتبقى ابسوليوت تمام، ولازم تكون تانجنشال برضه. بس تلاحظ حاجه، لاحظ ان الريلاتيف فيلوسيتي كلها اللي هي اللي بتاثر في البلين ده كلها تانجنشال، والسرعه برضو اللي هي بتاعت الجسم بطبيعه الحال عند كل نقطه من دول تبقى السرعه كده. اذا كان هو بيلف في مسار دائري يبقى السرعه هنا هتبقى كده، السرعه هنا هتبقى كده، اند سو اون. طيب تعالى بقى نقول السرعه الابسولوت احسبها ازاي، انا معايا الريلاتيف ومعايا سرعه البودي. الجسم ده او الكيس دي السرعه الفلو ماشي في اتجاه والجسم ماشي في اتجاه تاني، يبقى ساعتها الريلاتيف فيلوسيتي هي عباره عن الابسوليوت زائد الابسوليوت، يعني الابسوليوت بتاع الفلويد زائد السرعه بتاعت البودي. دي ريلاتيف بتساوي الفي ابسوليوت زائد الفي بودي تمام. يبقى لو انا عايز الفي ابسوليوت يبقى هقول في ريلاتيف ناقص الفي بودي، يبقى في ابسوليوت هتساوي في ريلاتيف ناقص الفي بودي، يعني في ابسوليوت هتساوي دي الريلاتيف اللي انا حسبتها اهي خلاص ناقص الفي بودي اللي هي هتبقى اوميجا ار، اوميجا اللي انتوا ما تعرفهاش. فار بقى اي، لان كل سرعه هيبقى ليها في ابسوليوت، سوري كل فتحه هيبقى ليها في ابسوليوت اكوردنج لمين؟ الار بتاعتها. طيب تعالى نعوض هنا، اولا الترم ده خلاص قلنا ان هو هيبقى زيرو، يبقى زيرو هتساوي الكلام ده هضربه في اتنين لما اطبقه على الناحيه دي بس، لانه هي الناحيه التانيه داخله معانا. يبقى 2 طلع الام دوت بره بتاع كل واحده، الام دوت متساويه رو في كيو بتاع كل فتحه. المشكله بس ان كل فتحه ليها ايه؟ ابسولوت فيلوستي معينه تمام؟ لكن الريلاتيف فيلوستي بتاعتهم كلها واحده. يبقى هقول ايه؟ رو في كيو بره تمام؟ ده واخدها كومن فاكتور مضروبه فيه. ال R out يعني انت هتقول ال R الأولانية هنسمي نقطة 1 أو فتحة 1 2 3 4 حلو، يبقى R1 هتبقى عندك مضروبة في V relative اللي هي هتبقى ثابتة ناقص أوميجا R1 سكوير تمام، دي زائد ده ترم زائد R2 في ريلاتيف سوري ريلاتيف ناقص أوميجا R2 سكوير زائد R3 في ريلاتيف ناقص أوميجا R3 سكوير زائد R4 في ريلاتيف ناقص أوميجا R4 سكوير. المفروض الإيكويشن دي طبعا أدي R 2R سوري 2 رو كيو هتطير. عندك ايه تاني ممكن يطير؟ اظن كده هيبقى عندك الترمات دي كلها معروفة تقدر تحسبها، هتطلع لك فاليو R1 و R2 و R3 و R4 كلها هتبقى معروفة، هيبقى عندك حاجة في أوميجا بتساوي حاجة، يعني هتطلع معاك المفروض فعلا حاجة في أوميجا بتساوي حاجة، هتطلع معاك بوينت معلش هنحطك على الشاشة كده، هيطلع معاك بوينت او وان سوري بوينت او بوينت وان او بوينت وان او
0.25 أوميجا هتساوي الناحية التانية هتبقى 0.46 أوميجا هتطلع معاك approximately هتطلع معاك ب 2.34 radians per second. تمام؟ بقى الفكرة بتاعتها أو التريكة بس بتاعت المسألة دي إنك أنت تاخد بالك من التفاصيل الصغيرة، تاخد بالك من فكرة علاقة الـ relative والـ absolute velocity بالـ body velocity أو بالسرعة بتاعة الروتر أو المانيفولد. المرة دي الاتنين عكس الاتجاه، يبقى استخدمت الكورليشن دي أو عملت لهم كورليشن ببعض عن طريق فهمك أنت الـ relative والـ absolute velocity. في الحالة بتاعت البامب كانت مختلفة لأن السرعتين بتاعت الفلو بتاعت الروتور كانوا في اتجاه واحد أو بيحدفوا في نفس الاتجاه. هنا واضح جدا إن هما شغالين في اتجاهين مختلفين، أو هو بيلف في اتجاه والسرعة بتاعه والفلو كان خارج في اتجاه تاني، وبالتالي قدرت إنك تطبق دي بمنتهى البساطة وباللوجيك. تمام؟ لكن موضوع الـ absolute velocity related للنقطة الثابتة هو سواء هنا سواء في المسألة بتاعت الـ pump. طيب عشان نأكد على الفكرة دي نحل المسألة رقم 7 اللي هي شبيهة جدا دي، بس هي خاصة بسبرينكلر اللي هو الرشاش بتاع الزرع أو اللي هو اللي بيسقي الزرع. طيب إيه الفكرة بتاعته برضه؟ هو بيلف نتيجة إن الليكويد بيخرج الفلو بتاع الليكويد يعني في الماسورة هو اللي بيخلي السبرينكلر ده يلف. طيب ايه الفكرة بقى بتاعت المسألة؟ مدي باصص على السبرينكلر ده من فوق اهو، ادي السنتر بتاعه ودي طالع منه ماسورة واحد عاملة زاوية كده اهو مع دايرة وهمية مرسومة، معلش مش بيرفكت سيركل يعني، وادي سبرينكلر تاني عامل زاوية برضو مع تانجنت عند الحتة دي ومقصة، المفروض يبقى كلهم باصين في اتجاه واحد. وارده نفس الزاوية هنا ومسمي مصمم ان انا احطها في الاتجاه ده مش عارف ليه. نفس الزاوية دي هي الزاوية دي هي الزاوية دي سميها ثيتا، دي بتطلع في الاتجاه ده بتطلع في الاتجاه ده دي بتطلع في الاتجاه ده. المفروض لما هو بيطلع كده بيخلي السبرينكلر ده يلف في الاتجاه ده وبالتالي بيرش المية في الدائرة اللي حواليه. طيب هو مديني ايه؟ مديني الدايمتر بتاع المسير الصغيرة دي، الدايمتر ده معايا، الراديوس بتاع درجة الخروج دي، الراديوس ده معايا، تمام؟ وقال لك إن الزاوية دي ما قالش هي الزاوية دي قد إيه بالظبط، قال لك the three arm long sprinkler shown in figure receives water from the center. برضو في المسألة دي واضح إن هو بياخد الواتر axially، فمش بيخليك انك انت تقلق من موضوع ال M.M وال VN والكلام ده، مش داخل معاك في الاعتبار. ومديك Q في المسألة دي، لا اكتب عيب بقى الناس بتتفرج، 1200 مليليتر بير سكند. If color fraction is negligible، قال لك لو الفريكشن نتيجة الدوران ده الحتة الرأسية الرأس السبرينكلر ده الفريكشن بتاعها نيجليجيبل يعني مفيش احتكاك مفيش مومنت يعني سمشن مومنتس بزيرو في المسألة بتاعتك. What is the steady rotation rate in revolution per minute؟ يعني هو عايز الأوميجا requirement، عايز حضرتك لو سمحت الأوميجا in revolution per minute for الزاوية بقى، لو كانت ثيتا بزيرو ثيتا بـ30 سوري وثيتا بـ90 درجة. طيب احنا محتاجين كده expression ونبتدي نعوض عن الثيتا ونشوف يعني عايز اطلع function للأوميجا احط الثيتا value تديني الأوميجا على طول. طيب الإيكويشن الوحيدة اللي ممكن تخدمني في الكيس دي هي الأنجلر مومنتوم كورليشن أو إيكويشن. طيب تعالى نطبقها، لما هاجي أطبق الأنجلر مومنتوم ده الأقلام بتموت بقى فاهمها كويس إنها يشتغل لحد كده. طيب هطبقها حوالين السنتر طبعا في روتيشن. الكيس دي
انهي كومبوننت من الفيلوسيتي اللي خارجه دي اللي هتنفعني، ايه الكومبوننت التانجنشال اللي هي هتبقى في، في بتاعت الخروج في ريلاتيف، او خليها سوري هنسميها الفي ريلاتيف هتساوي الكيو على الاريا، الكيو على الاريا بتاعت الخروج يبقى كيو على الاريا كوساين ثيتا، كوساين ثيتا دي المركبة بتاعت الفيلوسيتي بتاعت الخروج ريلاتيف في الاتجاه التانجنشال. اللي بتقابلها من الناحية التانية مين؟ اوميجا ار. طيب حلو، يبقى ساعتها الابسولوت فيلوسيتي هتساوي ايه؟ هتساوي الريلاتيف ناقص ايه؟ تعالى نقول دلوقتي افتكر كده عشان ما تلخبطش، دلوقتي الفلو خارج عكس الاتجاه بتاع الحركه، يعني الريلاتيف فيلوسيتي هتبقى مجموع الابسولوت زائد البودي، يعني في ريلاتيف تساوي في ابسولوت زائد في بودي. طيب الفي بودي اللي هي اوميجا ار، والفي ريلاتيف اللي انا المؤثره عندي في المساله هي كيو على ايه كوساين ثيتا، هتساوي الفي ابسوليوت التانجنشال اللي انا عايزها. يبقى في ابسوليوت اللي انا عايزها التانجنشال هتساوي كيو اوفر اي كوساين ثيتا ماينس اوميجا ار. جميل، طيب حلو جدا. يبقى انا دلوقتي لو جيت طبقت الانجلر اوف مومنتم ايكويشن هقول سميشن مومنتس بيساوي سميشن ام دوت اوت في كام يا ربي، في ار اوت في في اوت ابسولوت، وطبعا احنا واخدينها هنا ايه تانجنت على طول absolute tangent. طيب ترم ده بزيرو، الام دوت في كل في الثلاث مواسير بنفس القيمه واقدر اطلعها بره اشطبها، يبقى عندك زيرو بيساوي summation ال r في ال v. طيب ال r حضرتك ثابته برضو، هل ال r ثابته في الحاله دي؟ ايوه فندم ال r ثابته، ال r ثابته. طب يبقى اقدر اطيرها، يبقى انت عندك summation v absolute t، دي عباره عن مجموع ترمين، والا كانت المساله كده هتبقى غريبه قوي. يعني انت عندك هنا حضرتك q over a cosine theta minus omega r بيساوي 0، وبالتالي الاوميجا هتساوي q over a cosine theta على r، هو ده الاكسبريشن اللي انت هتعوض فيه في الاخر. تمام حلو، q وال a وال r كلهم constant هتحسبه، حلو ساعتها تعوض عن الثيتا بقى، كوساين 0 بكام؟ بواحد، يبقى اوميجا يبقى ات ثيتا بتساوي 0، ات اوميجا بقى عوض عنها هتساوي q على ال a في مضروبه في 1 على r. طيب هات سيدا بتساوي 30، احسب كوساين 30 واضربها في كيو على اي مضروبه في 1 على ار، لما ثيتا ب 90 هيبقى الاوميجا ب 0، يعني لو السبرينكلر ده مش مشطوب بالشكل ده او مش عامل زاويه كده اهو بيطلع زاويه 90 مش هيلف حضرتك، مش هيدور، لو هو عامل كده اهو وبيطلع بيديا لي كده مفيش حاجه هتدوره، مفيش اي كومبوننت تعمل تورك وتدوره. تمام، مسألة بسيطة بس محتاجة انك انت تكون فاهم. تمام كده شباب. طيب المسألة الأخيرة بقى فيها تركية صغيرة بس أو حتة صغيرة تتعلمها، المسألة شكلها كبير ومكلكع وهي بسيطة جدا. تمام تعالوا نشوفها، وعلى الله القلم ما يكسفناش بقى ويساعدنا في آخر مسألة دي كده لحد ما نروح ياخد يجيب قلم تاني. طيب problem الجدع انت بقى مريحينك كتير، problem شكله بيموت برضه، رقم كام؟ 8 اخر مسألة، يا رب.
الراجل بيقول لك ايه؟ بيقول لك عندنا فان اكسيال فان تمام محطوطه جوه دكت، دكت بقى واضح انها دكت مدوره، وبالتالي الفان فتت فيها بالشكل ده، ادي مقطع في الدكت اهو، او الدكت في الاتجاه الاكسيال بتاعها، وعندك هنا يا سيدي روتر اهو المفروض ان هو بيلف، اوكي زي المروحه كده يعني زي المروحه، وعندك حاجه اسمها ستيتر هي برضو فيها ريش خد بالك بس متثبته، ليه؟ عشان تغير الاتجاه بتاع الهواء اللي خارج، لو الهواء خارج بزاويه معينه بيلف بزاويه معينه يدخل على الستيتر ده يعدل له الزاويه بتاعته لاسباب معينه يعني ما تشغلش بالك بيها دلوقتي. طيب يعني الستيتر ده عامل زي ما زي ريش المروحه بس متثبت ما بيلفش تمام، بيوجه الهواء بس. طيب وقال لك ايه؟ ومديك رسمة تانية، أولا هنا مديك إيه؟ أدي السنتر لاين أهو، مديك الراديوس ده، سميه ار اف باين ولا ار ولا ار تي؟ ار تي باين، أو ار بقى يسميه إيه، المهم إحنا عارفين ده إيه. وبيقول لك إن ده الروتر وده الستيتر وداخل عليه إيه؟ داخل عليه في 1. طيب ومديك رسمة تانية تحت إن يا سيدي لو دي البليدز مثلا بتاعت الروتور ودي البليدز بتاعت الستيتر، فبيقول لك الروتور بيدخل له كل الفلوسيتي اللي داخلة له بتبقى أكسيال كومبليتلي أكسيال ما فيهاش أي حاجة تانجنشال أو راديال كومبوننت، واللي بيبقى خارج منها بيخرج بزاوية اللي بيخرج منها في 2 بيخرج عامل زاوية ثيتا، في 2 عامل زاوية ثيتا، بيدخل اللي خارج من في 2 ده على الستيتور يقوم يخرجه اكسيال تاني completely اكسيال تاني. جميل، ايه الجيفنز بقى؟ قال لك an axial fan operates in a duct where density changes can be neglected. The fan is operating at a speed of مديني السرعة بتاعة الفان، يا رب يكتب يا رب يكتب السرعة بتاعت الفان مديهاني بالـ RPM يعني الأوميجا بتاعت الفان فندم بتساوي 2100 revolution per minute. تمام، نسيت أقول لك في المسألة اللي فاتت اللي إحنا كنا بنطلع تقريبا الأوميجا بـ radians per second، ما تنساش تحولها للـ RPM أو revolution per minute. تمام طيب هنا فاضل ايه تاني؟ اداني ايه تاني؟ قال لك and generates a flow rate مديني Q بتساوي 15 cubic meter per second و ال air density rho بتساوي 1.2 kilogram per cubic meter. The diameter of the duct is 1.2. يبقى duct diameter دي duct يساوي 1.2 متر. And the stator blades are مديني اللينس يعني بتاع ال stator blades. طيب I don't care for the length بتاع ال stator blades، خلينا نحطه مثلا two 80 مليمتر لو احتاجناه. طيب the flow upstream has a zero tangential the flow upstream has a zero tangential velocity component يعني no swirl يعني بالاخر كده ما بيعمليش تورك داخل كله في الاتجاه ده ما بيعملش اي تورك حوالين الاكس في الدخول. فقال لك but the flow leaving the rotor has a tangential velocity component such that the swirl angle is 49. يعني الانجل دي اللي هو رسمها لي دي الثيتا دي 49 degree. اللي خارج في جزء منه هيبقى tangential هيبقى سوري axial completely axial وفي جزء هيبقى ايه tangential ممكن يعمل لي torque. اوكي؟ مفيش مشاكل. يعني اللي خارج من الروتر
كده، واللي داخل على الستينر كده، دي المواصفات بتاعته، يعمل لي tangential component. لكن اللي داخل الروتر واللي خارج من الستيتر completely axial، يعني المومنت اللي بيعمله حوالين الاكس زيرو. Calculate the power required to drive the rotor. Neglect mechanical friction. طيب علشان أجيب الباور اللي أقدر أدور بيه الروتور ده، محتاج إن أنا أحسب التورك عليه ويبقى معايا الأوميجا بتاعته. المفروض الأوميجا معايا أهي خلاص أوريدي، وبالتالي أنا محتاج أحسب التورك، والتورك أقدر أحسبه من تطبيق الـ angular momentum equation على الروتور بس الأول. تمام؟ فأنا لو طبقت الـ angular momentum equation هقول مباشرة بقى، أروح للإيكويشن بتاعت إن التورك هيساوي الـ N، مش داخل معايا الأوتلت اللي هو M دوت، في الـ R out V out، هتساوي M دوت حضرتك الرو في Q، معايا رو معايا Q، الـ R out معايا مديني الدايمتر هو 1.2، يبقى الدايمتر على 2 مضروبة في الـ V out. هو قال لك ان اللي خارج السرعة بتاعته هيبقى component التانجنشال بتاعتها 49، سوري عامل زاوية 49، يبقى التانجنشال component بتاعته مين؟ لو انا بصيت كده انا عايز مين؟ انا لو قسمت الـ Q على الـ area تطلع لي مين؟ تطلع لي component الـ axial. يعني انا لو قسمت Q على الاريا هتطلع لي كومبوننت الاكسل. تمام، يعني الكومبوننت دي هي Q سوري على الاكسل، على الاريا العمودية دي، يبقى هتديني A Q على A. تمام، انا معايا Q، معايا Q، معايا الاريا، الاريا حضرتك هي Y على 4 D بتاع الدكت سكوير، فبقى معايا الترم ده. انا عايز الترم ده من الفيلوسيتي، تمام، ومعايا الزاويه دي 45 49 درجه، يبقى ساعتها الكومبوننت دي هتساوي ايه؟ الكومبوننت دي ساعتها حضرتك هتساوي الترم ده، يعني دي على ده بتساوي 49، دي على ده تساوي 9، يبقى هتساوي الترم ده مضروب في 49 في تان 49، يبقى دي هتساوي Q على الاريا مضروب في تان 49 درجة. تمام، بما ان هنا ما عندناش بقى، ما اتكلمش على ال relative، لان انت بتتكلم على الكومبوننت من axial velocity، يعني انت طالما ما عندكش بقى، مش بتتكلم في المستوى الراديال، ما تدخلش نفسك بقى في قصة الريلاتيف والابسوليوت. هنا هتتعامل مع كله ابسوليوت، هتتعامل مع الفلوستي ان الريلاتيف والابسوليوت واحد في المسألة زي دي. تمام، طالما انت مش باصص من المستوى او مش بتتعامل مع السرعات اللي في المستوى، لو بصيت من الناحية دي. تمام، اوكي، دي خليها ايه، فكرة عندك كده هو سهلة بالنسبة لك عشان ما تتلخبطش. طيب، يبقى انا هنا هضرب بقى عند الاوتلت في الكومبوننت التانجنشال، نقول دي التانجنشال كومبوننت، يبقى Q على الـ A في تان 49. تمام، اعوض بقى تعويض مباشر، معايا رو، معايا Q، معايا الدايمتر، معايا Q الـ A، معايا طبعا الزاوية، وبالتالي هطلع التورك. هيطلع معايا التورك بكام؟ ب 176.55 نيوتن متر. الباور هاخد الفاليو بتاعت التورك اللي انا طلعتها دي، اضربها في الاوميجا، طبعا الاوميجا هي عندي بالريفوليوشن بير مينت، اضربها في 2 باي على 60 علشان تبقى راديان بير سكند. ريفوليوشن بير مينت تضربه في 2 باي على 60 ديك راديانز بير سكند. تمام، يبقى هقول 176.55 مضروبة ب 2 باي اوفر 60 مضروبة في الفاليو بتاعت الاوميجا 2100، هتطلع لي الباور بالوات
اللي هي هتطلع 3824.7 وات. تمام، ده المطلوب الاولاني. المطلوب الثاني بيقول لك if the friction due to the bearing decreases efficiency of the fan by 7%. يعني ال efficiency بتاعت الفان هتبقى 93%. طيب what is the mean flow velocity at the annulus and the power consumed is equivalent to that found in part A. طيب لو ال power consumed equivalent لل part A اضربه في ال efficiency، اضربه في ال efficiency ويعني اخد ال equation في ال equation دي بس عوض عن التورك بكل الترمات ما عدا ال V اللي هو طالبها اللي هي ال V اللي جوه ال Q. تعالى كده نشوف، يعني هنا اخد الترم كده اكتبها تاني هنا فوق ساعتها لما اجي هعوض، ولو بيقول لك نفس الباور نفس القيمة بتاعت الباور بس هتتعرض للـ efficiency اللي هي 0.93 هتساوي نفس الترمات دي كلها ما عدا الـ Q، سوري ما عدا الـ velocity اللي جوه الـ Q. فأنت بتقول له الـ Q دي عبارة عن V في الـ A، يبقى أنا عايز أحسب الـ V دي في الـ A، الـ A معايا تمام؟ diameter على 2 في Q على الـ A اللي هي الـ V اللي أنا عايزها تان 45. جميل، أحط الـ power بكام اللي أنت حسبتها already اللي هي الـ value دي 38824. لما تقل بالنسبة دي الـ V دي هتطلع بكام؟ إنما الـ power دي تتعرض للـ deficiency بالقيمة دي أو الـ efficiency بالقيمة دي والرو والـ A والـ D زي ما هما كلهم، الـ velocity دي هتطلع لك بكام؟ هتحسبها بمنتهى السهولة بالتعويض المباشر، هتطلع لك الـ velocity في الحالة دي بـ 17.87 متر بير ثانية. تمام؟ إيه المطلوب اللي بعده؟ قال لك if the flow downstream of the stator، يبقى الفكرة كانت في إيه في المطلوب اللي فات ده؟ المطلوب اللي فات قال لك مش أنت حسبت الباور على المعطيات اللي أنا اديتها لك؟ طيب لو كان في decrease في الإفشنسي بنسبة كذا ونفس الـ value بتاعت الباور استعملها، احسب لي بقى الـ velocity اللي هتبقى نتيجة الـ decrease في الـ efficiency دي قد إيه؟ هتاخد نفس الـ equation بس الـ power هتضربها في الـ efficiency، الـ power دي كانت محسوبة على أساس أو مستعملة على أساس الـ efficiency 100%. أضرب الـ power اللي أنت حسبتها في الـ efficiency هتساوي الـ torque في الـ omega. الـ omega فين نمر؟ معلش نسيت، أنا نسيت أضرب في الأوميجا، الأوميجا كده كده إيه؟ فاليو معايا ثابتة اللي هي حسبتها من 2 باي أوفر 60 مضروبة في الـ number of revolutions per minute. والتورك اللي هو أنت حسبته أوريدي كفانكشن في الـ velocity. فأنت هتسيب الـ velocity كـ variable أو unknown وعندك كل حاجة نون، وساعة لما هتحسبها هتحسب القيمة الجديدة بتاعت الـ velocity نتيجة الانخفاض في الـ efficiency ده. المطلوب الأخير بيقول لك إن هو عايز يحسب المومنت على الستيتور، فأنت طبعاً هتيجي على الستيتور ما عندكش أي مشاكل لو جيت تطبق، عندك الدخول اللي هي الكمية دي، يبقى عندك هنا الدخول إفكتيف، الخروج مش إفكتيف، تمام؟ يعني الخروج قيمته بزيرو ساعة لما هتقول سمشن المومنت، لما تيجي تكتب الستيتور بقى سمشن المومنت حوالين الستيتور بيساوي الترم بتاع الخروج بزيرو ناقص الترم بتاع الدخول. هيبقى M dot اللي هي Q في الرو في الـ R اللي هو radius اللي عندك R out اللي هو الـ R بتاع الروتور ده سوري R دي مضروب اللي هو دي over 2 مضروب في السرعة بتاعت الدخول اللي احنا حسبناها اللي هي Q over A، معلش مش عايز اكتب Q over A تان 49، يعني نفس القيمة اللي احنا حسبناها للروتر بس في الاتجاه المعاكس او بتعمل تورك في الاتجاه العكسي التورك اللي معمول على الروتر. تمام؟ طيب زي الفل.
كويس جدا كده. احنا ايه، خلصنا المسائل اللي خاصة بالشيك الأخير ده، ويا رب تكون كده يعني غطينا الجزء بتاع الأنجلر مومنتم تغطية مناسبة، وتكونوا يعني استفدتوا بحاجة من التوتوريال ده. إن شاء الله كده فاضل لنا قبل الميد تيرم الجزء بتاع اللي بنسميه أويلرز إيكويشن، أو ليه تسمية تانية اللي هو الريجيد بودي إيكويشن أو الريجيد بودي فلو إيكويشن. ما بحبش أسميه relative equilibrium عشان ما شفتش كلمة relative equilibrium دي بصراحة في مرجع. يمكن أنا مش عالم، بس أنا ما شفتش relative equilibrium دي في مرجع قبل كده، عشان كده بحب أسميه باسمه، هو Euler's equation بصراحة. هو عبارة عن بمنتهى البساطة اللي احنا هنتكلم عنه المرة الجاية، هو عبارة عن يا ترى دلوقتي الفلويد لما يكون بيتحرك، يعني الوعاء اللي هو فيه الفلويد ده بيتحرك بأكسلريشن مش ثابت. يعني التانك اللي احنا كنا بنشتغل عليه دلوقتي، او كنا بنشتغل عليه سوري زمان في الجزء بتاع الاستاتيكس، او الفلويد الستاتيك فلويد اللي كنا بنطبق عليه رو جي اتش والحاجات دي، لو بيتحرك باكسلريشن، يعني في عربية مثلا وماشية العربية، يا ترى هل البريشر ديستريبيوشن عليه برضه رو جي اتش؟ يا ترى هل خطوط البريشر بتاعته الكونستنت بريشر هل هتفضل هوريزونتال كده برضو، ولا هيكون فيها اختلاف وانت تقدر انك انت تحسبه ببساطة؟ ده اللي هنشوفه ان شاء الله الحلقة الجاية. يلا ان شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم.